نمرة ثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموع الفتاوى قال لا يجوز امتحان الإمام. يعني ما يجوز تمشي أي جامع أول مرة أشوفه وينه الإمام هذا تعال تعتقد في كده تعتقد في كده. قال من فعل ذلك فهو مبتدع صاحب هوى. ليه؟ لأنه منهج على السنة نصلي وراء كل بر وفاجر ما لم يكن عنده عقيدة شنو يا جماعة شركية. لكن إذا في مسجد بتاع أهل السنة أصلا موجود أو ناس عوام ما عندهم شركيات ما عنده غيره خلي ذلك حتى لو ما عندهم شركيات مصرحين بها وعاملين طريقة ولا ما عاملين صلي مع منه مع الناس الكويسين لأنه ده صلاة تحافظ عليه. الجواب كده واضح. ولو كان في المسجد وسط الغباب لكن ولو كان لا أما المسجد لو فيه قبة نعم أما المسجد لو فيه قبة أنا ما فهمت السؤال. أما المسجد لو فيه قبة شخصي مدفون ورا قدام يمين شمال على القول الراجح ما بجوز ما يجوز بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الآن زول يتوضى وضوء نجيب ومشى داير يصلي جوا الحمام 1000 ركعة مقبولة؟ حمام محل قوله مقبولة غير مقبولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والاثنين دي مع بعض والحمام. والعلماء قالوا الصلاة في المقبرة أشد تحريما من الصلاة في الحمام لأن الحمام ما بيجيب له شرك في الغالب في أصله لكن الصلاة في قبر الشيخ ده بيجيب الشرك والاعتقاد لأنه لو ما اعتقد فيه ما كان خلى الواطة كله والجوامع السمعة ومشى صلى وين في القبة. عرفت ده بيجيب الشرك وده الوسيلة إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فما يجوز الصلاة في مسجد في قبر أبدا أي جامع مدفون فيه زول شيل نعلاتك وتخارج. في جامع في إحدى القرى جنبك منها كنا عملنا محاضرة جنبه ودخلنا صلينا بعد ذلك طلعت إشاعات قالوا جماعة ديل يتكلموا بالتوحيد وصلوا في جامع فيه قبر. نحن ما عارفين ما بدو كلمنا ولا عندنا الجهاز زي بتاع الذهب ذاك بنكشف فيه أبوك الشيخ راقد ولا ما راقد تاني ما عارفين يا ناس. صلينا وما عارفين في قبر ولا ما في والقبر ورا الجامع بغادي. بعد ذاك بعد المرة الجاية لما جينا الإخوة ورونا دخلونا جوا قالنا ده القبر تركنا الصلاة معهم. ده الموضوع ما كنا عارفين. ده دليل ما من علم الغيب. أيوة ده دليل ما من علم الغيب. فضلا عن أن يكون هذا المسجد به قبرا وفضلا عن أن يكون هذا المسجد الذي يصلي فيه هو يعد ماذا رئيس هيئة علماء التصوف هيئة مجلس الذكر والذاكرين بالسودان. هذا شيء. الشيء الثاني إذا كان السلف رحمهم الله كانوا يرون إذا كان الإنسان نزل عند زول يا أخواننا مجرد نزول بس في بيته أكل معه وجبة وهو عارف إنه ده فلان هذا ألحق به فما بالك بالصلاة معه. الإمام أحمد سئل قال قيل يا إمام أرى الرجل من أهل السنة ولكنه يماشي أهل البدعة ما قال له يصلي مع أهل البدعة. أصلاً السلف ما كان بيصلوا مع أهل البدع. الشيخ محمد بازمول حفظه الله عنده كلمة سئل عن الصلاة خلف المبتدع بدعة ماذا مكفرة هل تجوز؟ قال اسأل العلماء لم يختلفوا فيه وإنما اختلفوا في حكم الصلاة خلف من كانت بدعته مفسقة. أما المبتدع بدعة مكفرة ده قال متفقين عليه بطلان الصلاة خلفه خاصة إذا كان مقام عليه شنو الحجة. فإذا كان السلف كانوا بيروا إنه الزول اللي بياكل ساي أكل مع زول كانوا بيلحقوا به. قال أرى الرجل من أهل السنة ولكنه يماشي أهل البدعة قال عرفه به. أسألكم بالله أسألكم بالله الذي خلقكم إسماعيل عثمان ما يعرف الطيب الجد شنو؟ يا ناس جاوبوا يعرفوا ولا ما يعرفوا؟ إذن كيف يذهب له؟ لماذا؟ إذن هو مثله صوفي. إسماعيل عثمان صوفي ولا كرام. عرفت الحاصل؟ قال عرفه به قال يا إمام وإن أبى قال فالحقوا به. ده الإمام أحمد. الإمام الأوزاعي قال من أخفى عنا بدعته لن تخفى علينا شنو
ألفته. وإسماعيل عثمان معروف ما مشى ليهم ضبان بس، مشى ليهم ضبان واحد، ومشى لناس الكباشي اثنين، ومشى للصايم ديمة ثلاثة، ومشى لحزب الأنصار أنصار إبليس. طب تتكلم كيف؟ تقول لي ده ما صوفي؟ أوعى يجي زول يدافع عنده. وصلاته معهم معناه أنه يرضى بعقيدتهم، وعدم إنكار الأتباع له دليل على رضاهم، فهم في الهواء سواء. هذا ما أردت إضافته، وصلى الله على نبينا محمد.